العشرة إن شاء الله، إن شاء الله وبإذن الله أهلاوية في مباراة بالمناسبة ليس من الضرورة أن تكون فيها الأفضل، لكن المهم أنك أنت تكون الأقدر. طبعا الأفضلية شيء عظيم جدا، والأهلي زي ما قلت من بداية الحلقة ليه الأفضلية في كل شيء. الأهلي نادي هو نادي القرن بداية، صاحب تقريبا أو يمتلك 90% من كل الأرقام القياسية المرتبطة بقارة أفريقيا، لكن في النهاية المباريات اللي بتتحسم فيها بطولات من 90 دقيقة ليها حسابات وليها قصة تانية. هيكون معانا واحد طبعا من نجوم النادي الأهلي، كابتن رمضان السيد، نتكلم معاه وندردش معاه ونشوف رؤيته للمباراة ووجهة نظره في المفاتيح اللي تمكن النادي الأهلي إن شاء الله من الفوز بالماتش وحسم البطولة. كابتن رمضان مساء الخير، بداية طبعا برحب بيك على شاشة الأهلي وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا أحمد، أهلا بيك نورنا. كابتن رمضان شايف ماتش النهارده ازاي، وايه هي الحاجات اللي لو النادي الاهلي ركز عليها ممكن تكون مفاتيح الفوز بالمباراه وبالمواجهه قدام كايزر تشيفز وحسم النجمه العاشره ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي؟ الصوت مش واصل يا احمد. طيب انا بكلمك على ماتش النهارده، مواجهه من 90 دقيقه. الو كابتن رمضان، سامعني كده؟ الصوت واصل لك بوضوح؟ كده سامعك يا احمد. اولا انا عاوز اقول حاجه بس الاول، لان في ناس كتير يا احمد الحقيقه قللوا من الفرقه دي ومن قوه الفرقه. الحقيقه انا في رايي الفرقه دي فرقه قويه جدا، ويمكن اللي تابع الحقيقه مبارياتهم عندهم الحقيقه هم بيعرفوا يقفلوا مساحات بشكل كويس قوي، وبيعرفوا يدافعوا بشكل قوي جدا جدا، وبيعتمدوا طبعا على الثلاثي الهجوم الحقيقه ميركوفيتش اللي هو رقم 9 اللي هو الهداف بتاعهم، وسمير ومانيانا. الثلاث دول لعيبه مميزين جدا، وبيتعاملوا في الحقيقه اولا يمكن لو حتى بنعمل تقييم ليهم هم احرزوا اهداف من الجناب من الجناحين الكرات العرضيه، وفي نفس الوقت احرزوا اهداف من التسديد، واحرزوا اهداف من التعامل مع الكرات العرضيه الحقيقه بشكل قوي جدا. فاحنا ان شاء الله باذن الله لعبتنا مستعده بشكل قوي، ويمكن هم وصلوا لهم مستواهم الحقيقه، وخصوصا طبعا ان انت بتتكلم على موسيماني، الراجل ده لعبهم كتير جدا في مباريات جنوب افريقيا طبعا. لكن احنا ان شاء الله باذن الله التيم بتاعنا في فورمه عاليه جدا جدا، وقادرين ان احنا نحسم اللقاء ان شاء الله باذن الله. لكن المباراه مش هتبقى سهله، المباراه تبقى صعبه جدا، وان شاء الله باذن الله نحسمها ان شاء الله. من وجهه نظرك ايه الحاجات اللي مفترض يشتغل عليها مستر موسيماني او تشتغل عليها فرقه النادي الاهلي عشان تخترق التكتل المتوقع او الطريقه الدفاعيه المتوقعه اللي هيلجا ليها كايزر تشيفز؟ هو قبل احمد الحقيقه ممكن نص ساعه من ان احنا نلعب في التشكيل، لكن هو احتمالات كبيره جدا ان هو يلعب ب 4 3 3، وفي الوقت دوت هيلعب طبعا اكرم توفيق وايمن اشرف وبدر بنون وعلي معلول، وهيلعب بحمدي فتحي، وقدامه هيبقى اليو ديانج والسليه وقفشه ناحيه اليمين، ومحمد طاهر ناحيه الشمال، ومحمد شريف. ده لو لعب 4 3 3 الحقيقه. لان هو برضك انت مهم جدا ان انت ما تديش مساحات للفرقه دي، لان هم بيعرفوا يشتغلوا في المساحات بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت بيعرفوا يعملوا المرتده بشكل قوي جدا. يبقى انت بتملاهم وسط الملعب بأليو ديانج وبالسوليه وحمدي فتحي، وخصوصا حمدي فتحي كمان، لان هم بيتعاملوا الحقيقه بيحطوا الكرات العرضيه بشكل قوي جدا، وحمدي فتحي الحقيقه من اميز اللعيبه اللي عندنا في وسط الملعب بيتعامل مع الكرات العاليه. طبعا قفشه عمل الحته دي ناحيه اليمين في ماتشات كتيره جدا، مباراتين الترجي وفي مباريات كتيره جدا الحقيقه، واثبت طبعا نجاح كبير جدا وهو بيأديها. لكن هو لو لعب بطريقتنا العاديه 4 2 3 1 اعتقد هيبقى اكرم، وطبعا ايمن اشرف وبدر بنون يا احمد وعلي معلول، وهيبقى حمدي فتحي، وقدامه هيبقى علي حمدي فتحي والسوليه، وهيبقى الشحات وقفشه وطاهر ومحمد الشريف. اعتقد ده في لو هو فكر في 4 2 3 1 طريقتنا المعتاده يعني. هو في الفتره الاخيره كابتن رمضان نقدر في الفتره الاخيره يمكن الطريقتين دول الاهلي لعب بيهم في اكتر من مباراه، منهم ماتش الترجي في تونس يعني بصرف النظر عن التشكيلين، والطريقتين اجاد بيهم النادي الاهلي بشكل كبير، وده يحسب لمستر موسيماني. بالظبط يعني اعتقد احنا نجحنا الحمد لله مع مستر موسيماني في المباراتين او في كل المباريات اللي احنا لعبنا بيهم بالطريقتين دول، اللي كان 4 3 3 او 4 طريقتنا المعتاده اللي هي 4 2 3 1. احنا طبعا يمكن في حته ال 4 2 3 1 عندنا طاهر، وعندنا هيبقى الشحات
كجناحين ومحمد شريف قدام. ومحمد شريف احنا عندنا يمكن محمد شريف وصل لفورمه الحمد لله فورمه عاليه جدا جدا جدا. اعتقد محمد شريف او قفشه مرشحين ان شاء الله باذن الله في حاله حصولنا على البطوله ان شاء الله ان هم ياخدوا احسن لعيب محلي في افريقيا. الاثنين عاملين موسم ولا اروع الحقيقه. نتمنى محمد شريف يمكن يا احمد في مباراه اخر مباراه مباراه المقاصه في الهدفين اللي احرزهم الكرات العاليه ليدرز اعتقد دول يوصلوه في حاجات كتيره جدا. يعني لو انت بتعمل تقييم مادي لمحمد شريف بعد مباراه المقاصه يعني يروح بقى 10 مليون جنيه قبل كده يعني. لان محمد شريف كان عنده كل حاجه، عنده السرعه والمهاره والتسديد والاختراقات الا الكره العاليه. هو كمان عمل الكره العاليه يمكن الكل الاولاني كمان اللي احرزه في مباراه المقاصه يا احمد اعتقد تقويم في الاول زي كريستيانو ما بيوقف. فاحنا الحمد لله الاثنين دولت كمان يقدروا يفرقوا معانا في النواحي الهجوميه مع طاهر ومع حسين الشحات. والله والله يا كابتن رمضان احنا كنا مبتدئين الموسم مطمنين قوي لخط دفاعنا ومطمنين قوي لخط النص، كان دايما بيبقى في حيره في الاختيارات وكان الشغل دايما عندنا قدام، لكن في الفتره الاخيره الحقيقه اكتر من لعيب اتطور مستواه بشكل كبير جدا. يعني حسين الشحات في الفتره الاخيره مركز وابتدى يعلى ويجيب ويجيب طاهر ابتدى يدخل كمان فورمه النادي الاهلي، هو لعيب كويس جدا طبعا من بدايات، لكن اقصد اقول ابتدى ياخد على الفرقه وابتدى يبقى مستوى الانسجام والتناغم مع اللعيبه بقى برضو يعني وصل لدرجه كويسه كتير. حمدي فتحي ما شاء الله برضو مستواه، اكرم توفيق، كل اللعيبه ما شاء الله الفتره الاخيره مستر موسيماني عامل معاهم شغل كويس الحمد لله. الحمد لله. اعتقد ان انت اخر حاجه يا احمد بتتكلم على اكرم توفيق. انا رايي ان اكرم توفيق هيبقى باك رايت النادي الاهلي وباك رايت منتخب مصر كمان. صحيح. يعني من افضل اللعيبه اللي ادوا في خلال الخمس مباريات الاخيره. حقيقي. وادوا بروح عاليه جدا جدا وبروح قتاليه، ويمكن كمان هم عندهم كمان احنا مباراه النهارده عندهم الجناح الشمال بيعرف يعمل اشتراكات، اعتقد اكثر واحد يقدر يوقفه اكرم توفيق ان شاء الله. عندنا ان شاء الله طبعا مفتاح لعب يعني رهيب، ويمكن يعني احنا الحمد لله رجع لمستواه بعد الاصابه، يمكن بعد الاصابه كان لسه بعيد شويه، هو ابتدى يرجع من المباراه اللي فاتت مباراه المقاصه المستواه. لسه كنت بتكلم الناس مختارينه من ضمن افضل لاعبين صحيح نادي الاهلي. بس المهم وبشكل كبير كده ان احنا ما نديش للفرقه دي مساحات، لان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يلعبوا المرتده بشكل قوي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن رمضان السيد، بشكرك على المشاركه معنا في السادسه، دايما سعداء بان احنا نسمع صوت